دعم المستوى من قبل معالي وزير التربية الدكتور محمد إقبال الصيدلي وبالتوجيه مباشر من قبل الأستاذ وحيد فريد مدير تربية نينوى المحترم. قمنا هذا اليوم بزيارة مدرسة الوزن للبنات وافتتاح معرض فني للمدرسة والحضور والفعاليات التي قامت بها تلاميذ المدرسة، وشكري وتقديري لإدارة وملاك مدرسة الوزن والمطبقين الذين ساهموا في إنجاز هذا العملية. بمناسبة عام دراسي الجديد يتضمن عروض مسرحية وأناشيد وأغاني وطنية تحت علاء السلام وحب الوطن، وقامت إدارة وكادر تدريسي للوزن للبنات بعمل كثيف من أجل إنجاح هذا المهرجان الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة.